يقول رأيك اليوم مبارك الكويكبي سأل الناس سؤال مهم، سؤال يترتب عليه واحد من أهم وأصعب قرارات الحياة، وهو كيف تختار شريك حياتك. بصراحة عندي فضول أعرف الأسس والنقاط المهمة اللي يستند عليها البعض عند اختيار لشريك الحياة. خلونا نسمع رأيكم في قول رأيك ونرجع لكم. أول شيء يعني تكون طريقة من الأهل، يعني اختيار الأهل بس. أول شيء الجمال، وثاني شيء الأسلوب، وأنها تكون تسوي أشياء أنا أبغيها وما تسوي شيء من راسها. والله على سمعتها هي وأهلها، راح دايركت على أبوها، تأخذها من أبوها دايركت، تقدم لها لأبوها دايركت، وأخذ العلم من راسه بأيام محدودة وأوقات محدودة علشان ما تروح البنت. ما في واحد اثنين، هذه الاختيار قوي. أول شيء طبعا يجي يتقدم لي، أتعرف عليه 4 شهور 5 شهور، أطول فترة الخطوبة هذه، بعدها ممكن نملك. صراحة أفضل أنا عن طريق الأهل، بس أفضل من وجهة نظري أن يكون في فترة بين الملكة والزواج، بحيث يتعرف الشريك على الطرف الثاني ويكونون على توافق بالحالة قبل لا يتم الزواج يعني. عجبتني شوي. كريم وش رايك؟ والله لأنا نبغى نتكلم عن الطريقة اللي نختار فيها شركاء حياتنا، هي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، الخلق والدين. أحس إنه هذه هي أفضل وصية وأفضل طريقة إنك تختار الشخص، لأنه بالفعل كل شيء يتغير، والإنسان يغير أفكاره والإنسان يتغير وكل شيء يتغير فيه، ما عدا صاحب الدين وصاحب الخلق القوي والأخلاق النظيفة والأخلاق الجميلة والقيم وكذا. فهذه الأشياء أحس إنها ما تتغير. يعني دائما حتى احنا اهل اول يقولوا اللي يخاف ربنا ما تخافي منه، الشخص صح. اللي يخاف ربنا ما تخافي منه، لانه هو راح يتقي الله فيكي، في تعامله معاكي، في الحياه، في ما تخافي من هو ايش يسوي، يعني حتى الاشياء اللي مو قدامك من وراكي هو بيكون يخاف ربنا، مو عشانك انت او يحسب حسابك انت. ترى هو لو يبغى يسوي حاجه غلط او حاجه من وراكي حيقدر يسويه وانت ما تعرفي، لكن في النهايه صاحب المبدا وصاحب الاخلاق وصاحب الدين هذا الشخص احس انه تعطيه الامان وما تخافي منه. أنا أقول اختيار شريك الحياة في الأول وفي الأخير أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، يعني هي نصيب. يعني حتى لو أنا كتبت في الورقة وفي المسطرة أنا أبغى شخص بدل المواصفات 1 2 3 4، ممكن يجيني شخص غير هذه المواصفات. فحلو الشخص يكون اللي ربي رزقه إياه، يا يقتنع بشخصيته، يا أنه يحاول أنه هو يعدلها قد ما يقدر، لأنه ما في إنسان صراحة أنا أشوف أنه هو يكون صح من جميع النواحي، خاصة في اختيار شريك الحياة. اسمه شريك حياة، يعني هذا شخص انت وياه بتكونون مع بعض واحد. فهذا احس انه مره سؤال صعب انه ينسال اي شخص، يعني خاصه احس الحين العقول يعني مره تفتحت، عقولنا عقول البنات والشباب تفتحت، ما عندهم مثل اول والله انا ابغى واحد طويل، ابغى واحد اسمر، ابغى واحد متعلم، ابغى واحد عنده فلوس. ما عاد احس البنات كذا. لا هذا انا وانت عشاننا كبار في السن اليوم، بس انه البنات الصغار لا، يبغوا واحد طويل وواحد غني. سوينا لقاء قبل كذا والبنات كانت ارائهم غريبه، يعني بعد الاولاد قالوا بيقول خلق ودين. انت تسالين لي كمان بنات مراهقات يا ريم لسه مو معاهم شخصيات. اللي في عمرنا غير. لكن بعد أنا بداية العشرين مرة أنا السؤال بعد مرة يهمني للبنات اللي يكونون على وجه زواج، هذولي أنا أسألهم ذا السؤال. ما أجيب واحدة مراهقة تتابع لي مسلسلات كورية وأقول لها تعال أنت شو مواصفات شريك؟ وإيش بقول لك، العمر والنضج غير، يعني أكيد لما حتسألي واحدة عمرها 20 مو زي لما تسألي واحدة عمرها 30 أو حتى 40. وأكيد إنه بنت ال 15 ما راح تتزوج، يعني فأنا فأختصر الوضع وأسأل بنت ال 20، لأنه بنت ال 20 بتعطيني إجابات نوعاً ما منطقية. يعني خاصة الثلاث السنوات الأخيرة والأربع السنوات الأخيرة البنات فعليا تغيروا. يعني أنا قبل فترة قاعدة مع جروب بنات صغار أعمارهم 24 23 25، ونسولف تعرفين سوالف البنات، فكانت كلهم إجاباتهم قاعدة أقول ما شاء الله تبارك الله عليكم، أنا في عمرهم ما كانت هذه إجاباتي فعليا، يعني أنا كانت تفكيري أشياء ثانية مرة، كانت أشياء ثانية. يعني زي إيش كانت؟ كانت أشياء أولويات بالنسبة لي، يعني أنا أبغى واحد متفتح، أبغى واحد يسافر، أبغى واحد يروح ويجي، أبغى واحد معه فلوس. معلش أنا كانت هذا التفكير، يعني ما يهمني إيش كيف علاقته في أهله، كيف علاقته في حياته، مرة ما كانت تهمني ذي الأشياء. بينما الآن لما أنا صرت إنسانة متزوجة أنا أقول الحمد لله أنه ربي رزقني بواحد علاقته بأهله قوية، علاقته بأم الله يرحمها ويغفر لها كانت قوية، فهذه أشياء حلوة استكشفتها بعد ما أنا، بس كانت أولوياتي أول
غير أولويات بنات اليومين هذه. فهمتي؟ ذكرت نقطة مهمة، إنه يكون علاقته بأهله قوية ويكون بار فيه وأمه، وهذه نقطة مرة مهمة. دائما لما تسألي على الشخص أسألي عن كيف علاقته مع أمه وأبوه، هل هو بار في أمه وأبوه؟ إيش بيسوي الأم وأبوه؟ كيف علاقته فيهم؟ الناس إيش سمعته عند الناس عن في هذا الموضوع تحديدا؟ لأنه من هنا حتعرفي أشياء مرة كثيرة. الشخص اللي بار في أمه وأبوه طبعا رح يكون تعامله معاكي غير، وما تخافي منه. نرجع نقول ما تخافي منه، لأنه اللي بار في أمه وأبوه كل ما هو حاطط أمه وأبوه أولا مفروض ده شيء ما يزعلك. إذا هو قال لك أمي أولا أو أبوي أولا، بالعكس تحترميه زيادة، تقولي له على عيني وراسي إذا أنت الشخص المناسب لي، وتساعدينه بعد على بر أمه. لأنه اللي بر في أمه وأبوه، يعني اللي إذا ما بر في أمه وأبوه ترى مو بار فيك يا بنت الناس. يعني إذا رفع صلاته على أمه وش بيسوي فيك؟ وش ترجين انه هو يسوي فيك؟ فانا هذه النقطه مره كانت مهمه يعني بالنسبه لي، انه لازم يكون شخص، يعني ان شاء الله نقول البنات المستقبل اذا فكروا انهم يتزوجون او ياخذون يفكرون باشياء اساسيه في الحياه، ما يفكرون بالاشياء اللي طول وجسم و... هذه مهمه كمان. لا والله يا ريم، والله العظيم انا بالنسبه لي ما اشوف انها هي يعني شوف احنا اختلاف، احنا اختلاف انا وانت، بلا وش اخرتها؟ طيب جسمه ووجهه لنفسه مهم. زي ما هو يقول لك انا ابغى واحده جميله، انا كمان من حقي انه واحد يفتح نفسي كمان، يعني برضه طيب حلوه ليش يعني لا؟ شوفي يعني ما في الزين ما يكمل يا ريم، يعني ما تكون اساسيه، بس انه لو كان الباكج فيه كذا حيكون مره حاجه لطيفه جدا. طيب انا وش اضمني يجيني واحد باكج مليان فلوس وشكل وطول ورزه وهيبه و ويطلطل؟ في بنات يرضوا، يعني في بنات يقول لك طب طبيعي، ما هو الرجال يعني حتى اكيد يعني الدنيا اليوم منفتحه واكيد يشوف ويتفرج وعادي. يعني الله جميل يحب الجمال، يعني زي ما هو بيطلطل انا حطلطل يعني، عشان كذا لازم تكون العيون مليانه، يعني العيون مليانه يعني. ونقضي حياتنا وياها طلطله يعني، عشان كذا هو يكون مقبول شكله وتكون البنت مقبوله. يعني شفنا اراء الشباب، ما عاد في ولد بشع ولا عاد في بنت بشعه والله العظيم، كل العيال صارين مماليح وكل البنات صارين لا قوه الا بالله جميلات. انا اشوف كذا والله العظيم يعني، الا شوي يبغى له شويه اهتمام، روتوش بوتوكس حقت كذا يعني ويضبط الوضع. دائما نقول الجمال يبرد، يعني مهما كانت الوحده جميله الجمال يذبل ويذهب ويبرد. يعني الناس كلهم حيقولوا عنك انت احلى وحده في الدنيا، لكن خلاص جوزك ما حيقول لك ان انت احلى وحده في الدنيا، ما حيشوف هذا الشيء. من داخل حلوه وفرفوشه وسيعه صدر وتعطين اشياء حلوه، صدقيني جمالك حيكون جمال بارد. بالضبط، ما حيشوف اصلا هذا الجمال الخارجي، راح يطغى عليه الروح. يعني عشان كذا دائما نقول الروح هي الاساس، الاخلاق، القيم، المبادئ. والزواج في النهايه الواحد لما يتزوج ايش يحتاج الا الكثير من الصبر حتى تستمر هذه العلاقه. اذا ما الانسان دائما يفقد صبره وما هو صبور على اي حاجه في الدنيا، فما رح يستطيع انه يكمل في هذه المؤسسه، لانه يبغى لها الكثير من الصبر، انك تتحمل الطرف الاخر وهو يتحمل. موضوع التنازلات ده يعني انا لي في وجهه نظر، يعني تنازلات عن ايش يعني؟ يعني تنازلات عن ايه؟ ريم الحياه تنازلات يعني ما يصلح انا اشد وهو يشد في اي موضوع صغير كان ولا كبير. شوفي الاساسيات مثلا، يلا ادفع شيء، انا بتغدى في المطعم الفلاني. ايوه بقول لك في الاشياء الكماليات دي عادي، ايوه انت تختار انا او انت تختار الاكل ما في مشكله، لكن تنازلات في الاساسيات في الحياه لا. زي ايش اساسيات؟ تنازلات مثلا دراستي، عملي كذا، هذه اشياء ما فيها تنازلات، هذه اساسيات وحقوق يعني اساسيه ما فيها تنازلات. اكيد صح. لكن في ناس مثلا يشوفهم مثلا يكونوا مثلا عايشين في بلد اخرى وكيف يقضوا العيد، يعني دائما اسمع انه والله اول يوم عند اهل زوجي هذا لازم كل سنه انا اروح عند اهل زوجي. لا ما ابغى اروح، روح انت عند اهلك وانا اروح عند اهلي والجميع يكون مبسوط. لا انا برضه يحب، انا عكسك. اي بالضبط، يعني شفتي انت هنا تقدمي تنازل، انا هنا ما اقدم تنازل. لا انا هذه مو تنازلات، هذا عرف عندنا احنا في اهلنا انه لازم العيد يكون عند اهل زوجك اول يوم. حتى عندنا هذا العرف موجود. بس اني انا ما اطبق، انا دائما بعيده عن الاعراف، ما احب اطبق الاعراف اللي تضغط علي واشوف انها ما هي مناسبه. ليش تضغط عليكي؟ بالعكس النهار اطلع مع اهل زوجي وبالليل اذا اهلي، يعني انا بحكم انه اهلي في منطقه ثانيه مو عندي، بالليل اكون مع صديقاتي، يعني انا وياه متوازنين. بالضبط، يعني هذا في الاخير قرارك، ولكن انا بس بالنسبه لي يعني ما احب احد يتدخل او يحكمني انه ترى لازم كذا، انت روح كذا وانا اروح كذا، ليش لازم نروح مع بعض؟ اذا انت طبعا اكيد هو يجد السعاده مع اهله، وانا هذه علاقات مجتمعيه، انت عندك اطفال لازم تربينا منهم، هذول عمان هذول اهله، انا علاقتي مع عمانك حلوه، عشان بكره اطفالك لما يكبروا حيجيبوا عيال حيعرفوا ان هذه العلاقه لازم تكون اساسيه مع عيالهم. عادي لان نتفق تروح انت سنه وانا سنه، لكن مش الزامي انه انا كل سنه انا اللي اتنازل، لا ما اتنازل. صح، يمكن يعني انا هذه النقطه معك، انه انت مثلا اذا انتم مره شادين
سنة عند أهلك وسنة عند أهلي أو عيد عند أهلك وعيد عند أهلي. مظبوط ريما، لو أنت دخلنا بمواضيع مرة كثيرة. بالضبط يعني ما راح يخلص موضوع شريك الحياة. أكيد طبعا موضوع شريك الحياة موضوع صعب ومعقد، ونتمنى دائما التروي في اختيار شريك الحياة. خلينا أخذك إلى